بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه المقبرة، مقبرة البعلوان، يقوم أحد الناس على بناء دنب لبناء عمارة أو موقع له تحت القبور. هاي هنا القبور، شوف هاي الدنق حافر القبور وهادم القبور. الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: حرمة الميت كحرمة الحي. هاي وصل بابن آدم أن يهدم القبور، قبور الناس بها صالحين وشهداء وحفظة قرآن، لكي يبني العماير. هذه الدنق تبنى على القبور. قال الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اليوم ما شاء الله أهل الرمادي ما يزوروها، يبنون نص عماير، ولكن الحمد لله الوقف السني أوقف هذه العملية، والقضاء أيضا بعد أن قاموا أهالي الميتين رفع دعوى عليه وأرسل كتاب للوقف السني وتم إيقاف هذا المشروع. زين، أنت النجار هسه، هو هذا الرجل ما يخاف الله، أنت النجار اللي سلحت الدنق ما خفت الله؟ هذا شوف، هذا قبور الناس هادمها، هادم قبور الناس. شوف هاي بنص القبور وناس موجودين ميتين منذ 70 سنة و50 سنة، بيها شهداء وبيها صالحين. هاي القبر هادمة، الأفندي النجار حافر نقرة، يعني لا يعني حتى اليهودي والصبي الأمريكي المسيح، شوفوا مقابر المسيح، شوفوا مقابر الإقليم شلون مرتبة. أنت تجي تبني دنق بنص القبور، تهدم القبور، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. يعني وصلت المرحلة، ظلينا نسبع بأن لا الميت، لا الحي خلصان ولا الميت في الرمادي. هاي الدنق واضحها الأفندي، تبني عمارة بوقون من أموال الشعب، ودمرتم المدينة. يعني هاي قبور من تهدمها أنت النجار؟ يعني أنت ما خفت الله من بنيت؟ ما قلت لأني ما أسويها؟ يعني والله يا أخي الناس بعد، يعني حتى حرمة لله ما خلم، حتى حرمة للميت ما خلم، حتى حرمة للجار ما خلم. يعني وصل حد أن تهدم قبور الناس من أجل أن تبني عمارة أو تبني دينك أو موقع لك؟ يعني هذا قبر، هذا شهيد، الشهيد خليل إبراهيم، هذا بطل. يعني هذا شهيد يمكن بثمانينات مال حرب إيران، هذا هنا شهيد، شهيد أيضا، الشهيد البطل. يعني هنا يعني ناس، يعني ناس ميتة متوفية، قبر حماد أحمد الكبيسي، علي محمد مرعي العلواني، هاي قبور شوفوها، هادمها الأفندي تيسوي دنق تي. يعني شلون لك جرعة أن تهدم قبور الناس وتسوي دنق بيها؟ يعني ما خفت الله؟ سأل الله تعالى أن ينتقم منكم إن شاء الله، ويخلصنا من هؤلاء الزمرة المجرمة اللي ما خافت الله. يعني بدأت يعني حتى الميت ما يخلص من هذه الزمرة، والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. يعني رجل، يعني والله نسأل الله أن يرحمنا ويغفر لنا. آية رسمية، شاحوذ علي ساجر مع 90 متوفية. يعني والله ما جرت ولا تصير، ولا تصير في كل بلاد المسلمين، حتى في فلسطين، حتى في اليهود، يعني في عبدة النار، عبدة المجوس، هم يسوون هاي الشغلة، تهدم قبور الناس. يا حافظ يا ستار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.